أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني نبض الاتحاد. كما عودناكم أعزائي المشاهدين أن نستضيف نخبة النخبة من رجال الأعمال القائمين في الإمارات العربية المتحدة ومن شركة دار الإبداع للاستشارات الهندسية. رحبوا معي بالشريك والمدير العام لهذه الشركة بمهندس أثبت همته وبراعته في بناء هذا الوطن العزيز. بداية أعزائي المشاهدين نستضيف سعادة المهندس صلاح الدين أحمد عبدي. بداية مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير. الله تعالى سعادة المهندس صلاح الدين، نعرف أكثر السادة المشاهدين من هذا الرجل المميز الذي أثبت همته وبراعته في الإمارات عن بدايات حياتك العلمية والعملية والمهنية. اولا نرحب بكم جميعا ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الكامل صلاح الدين احمد عبده، من مدينه القامشلي من شمال سوريا. تخرجت من الثانويه في مدينه حلب، ثم انتقلت الى جامعه اسطنبول التقنيه ودرست هناك الهندسه المعماريه، والحمد لله الشكر بفضل الله سبحانه وتعالى كنت من المتفوقين بالجامعه حتى دخلت الماجستير وانهيت دراستي بعام 1990. ثم انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة وعملت بداية في المقاولات، ثم انتقلت إلى بلدية دبي. كنت هناك مهندس رئيسي في قسم الإشراف الهندسي، وبعدها في عام 1914 بالإضافة إلى ذلك كان عندي مكتب استشاري. كنت أتابع أعمال المكتب الاستشاري، ثم فتحنا المكتب هذا تقريبا عام 2014 مع شريك اخ عزيز علينا علي النعمة، مهندس علي النعمة. دخلنا شراكة المكتب هذا والحمد لله بدأنا شغلنا كمكتب استشارات هندسية في مدينة دبي. جميل. طبعا سعادة المهندس صلاح الدين، بداية النجاح، بداية قصة النجاح كان في دخولك الإمارات، في عملك في بلدية الإمارات. هذا النجاح تم وصوله إلى شركة دار الإبداع. تحدثنا أكثر عن مميزات هذه الشركة وأبرز خدماتها. والله شركة دار الإبداع الاسم وحده يعني سبحان الله اخترناه يعني بشكل مدروس ومتقن. بالفعل نحن نحاول أن نكون مبدعين، نحاول يعني لسنا مبدعين لكن نحاول أن نعطي كل ما لدينا. وبالفعل في بعض المشاريع، هناك بعض المشاريع وفي بعض الملاك لبعض المشاريع يأتون خصوصي يعني بالاسم باسمنا يأتون إلى هنا، ويعني غيروا كثير استشاريين في بعض المشاريع كثير مميزة عملناها. جميل. وهناك مشروع يعني مميز جدا إن شاء الله قيد الدراسة بإذن الله تعالى. جميل. سعادة المهندس صلاح الدين، تخبرنا أكثر عن هذه المشاريع التي تم تنفيذها والتي سوف يتم تنفيذها في المستقبل القريب أيضا، وما هو المميز التي سوف يكون فيها هذه المشاريع القادمة؟ والله بالنسبة للمشاريع عندي مشروع مميز كثير بأرض سكنية مساحتها 725 متر مربع، يعني بحدود 8000 قدم مربع. الحمد لله وفضل من الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نصمم عدد 7 فيلل في هذه الأرض الصغيرة، وكل فيلا تعتبر يعني فيلا مميزة، حتى مساحة يعني أخذت مساحات كبيرة جدا مع كامل الخدمات. هذا أعتبره يعني مشروع هو قيد الإنشاء، أعتبره مميزة. وهناك أيضا مشروع في سيح شعيب عبارة عن مبنى سكني أرضي وأربعة كمان، لكن هذا المشروع ايضا اخذنا يعني اعطيناه كامل جهدنا واصبح من المشاريع المميزه على شكل هرم. كانت المساحات الاضافيه ضعف المبنى، ضعف المسموح به. نعم. جميل. وهناك الان هناك طبعا في بعض الفلل، بعض الفلل المميزه عندنا مثلا المبنى الاخضر عبارة عن مجالس شعبية، راح تكون مجالس شعبية عبارة عن كامل صديق للبيئة،
كان المبنى صديق للبيئة وفي زراعة خارجية طبيعية. وإن شاء الله هو قيد الدراسة هلا. وطبعا سيكون الشيخ الأخضر اسمه الشيخ عبد العزيز النعيمي هو صاحب الفكرة، وإن شاء الله نحاول أن نبدأ بتنفيذه بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى سعادة المهندس صلاح الدين، لو رجعنا قليلا إلى مشروع الفلل على هذه الأرض الصغيرة، كيف تم تميز هذه الفلل وتم بنائها على مستوى أرض لا يتعدى مساحته 750 متر مربع؟ يعني تصور هو في سرداب، مدخل السرداب فقط تقريبا أخذ ربع المساحة. يعني باعتبار عرض بعرض 6 متر وطول 24 متر، هذا أخذ منا ربع مساحة، لكن الحمد لله استطعنا أن نصمم الفلل بحيث كل فيلا تشمل 5 غرف مع كامل خدماتها. يعني غرف كل غرفة فيها حمامها وخدماتها كاملة، وأقل مساحة من الغرف هذه بحدود 4 متر ب4 متر ونص، يعني غرف كبيرة. حتى المدخل عبارة عن طابق الأرض، طابق السرداب يحتوي على جيم، يعني مساحات رياضية كاملة بجميع المعدات، مواقف للسيارات مع خدمات إضافية. والطابق الأول طابق الأرضي عبارة عن صالة كبيرة مع مطبخ مع حمام مع درج. الميزة في هذا المشروع أنه الدرج يبدأ بحرف L وينتهي بحرف U. هنا والفيلا كلها متشابكة، الغرف متشابكة، يعني تلاحظ أن الفيلا الأولى فيها غرفة تابعة للفيلا الثانية، لكن محصورة، يعني طبيعي محصورة، يعني كل فيلا لها مدخل خاص وأدراج خاصة وخدمات خاصة، لكنها كلها بمجمع سكني ولها خدمات كاملة. هذا كثير، يعني هذا المشروع كثير أعتبره من المشاريع المميزة، لأنه مستغلين المساحة بشكل كامل. جميل. سعادة المهندس صلاح الدين، ما الذي يميز هذه الشركة، شركة الاستشارات الهندسية، عن باقي الشركات المنافسة؟ والله أنا بالنسبة لي كخطتي أو كأفكاري، أنا دائما أبحث عن التميز. يعني حتى لو وجدت الآن المشروع تحت التنفيذ، حتى لو وجدت أفكار جديدة تساعد على تنمية المشروع أو إضافة جمالية للمشروع، أحاول أن أعملها ولو على حسابي. يعني تتم دراسة المشروع بشكل كأنه مشروع ملك لنا صراحة. يعني أنا لما بدرس المشروع كأنه أنا اللي ساكن فيه. يعني كيف أبحث عن كافة، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الجمالية، من ناحية الاستثمارية، هذه المواضيع كلها أضعها في عين الاعتبار ونبدأ التصميم. لذلك نحاول استغلال أقل مساحة ممكنة بالمشروع. الحمد لله الشكر، والملاك يتكاثرون، يعني يأتون، في كثير، يوجد كثير من الملاك غيروا الاستشاري، غيروا يجون عنا، يعني يجون من الاستشاري كبار يجون عنا، فضل الله سبحانه وتعالى. جميل. سعادة المهندس صلاح الدين، رجعنا قليلا إلى أبرز المشاريع، ما هي أبرز مشروع سوف يتم تنفيذه في المستقبل القريب عند سعادة المهندس صلاح الدين؟ الله يبارك فيك. هناك مشروع مميز جدا جدا إن شاء الله قيد التصميم الآن، وهو عبارة عن مبنى سكني في جزيرة النخلة. إن شاء الله تعالى نحاول أن نجعله من المشاريع المميزة في إمارة دبي وممكن في باقي الإمارات. سيكون في مواقف سيارات خاصة لكل شقة، داخل الشقة نفسها مثلا مسبح، الأنظمة الذكية للمباني، واجهات بحرية، خدمات رياضية كامل، مجمع كامل سيكون لكل شقة، ومساحة كل شقة ستكون بحدود من 1000 إلى 1200 متر مربع.
كل شقة له سكنية واحدة، يعني سيكون فيها كافة الخدمات، كافة الخدمات، خدمات رياضية، خدمات ترفيهية، حتى نفكر أن نجعل داخل الشقة ملعب بولينج. بولينج حتى أحد الأفكار الموجودة سيكون فيه بولينج، 200 طاولة، مكان الموسيقى، كيف كمان في يعني كل شيء يحتاجه الإنسان سيكون بداخله بإذن الله. جميل. إن شاء الله. سعادة المهندس صلاح الدين، لو تحدثنا الآن أكثر عن شركة دار الإبداع، عن خبرات المهندسين الموجودين وأعدادهم الموجودين داخل مكاتب خارجها. احنا الحمد لله فضل الله، يعني عندي انا شريكي عنده خبره تقريبا 30 سنه، وانا ايضا 30 سنه عندي خبره، منهم مجال المقاولات، مجال الاستشارات، مجالات اخرى في هنا وفي اسطنبول، عندنا خبرات، عندنا المهندسين، عندنا بالمكتب يوجد بحدود 6 مهندسين مقيمين في المكتب مع رسامين، وخارج المكتب بالمواقع كأشراف يوجد بحدود 3 أو 4، كلهم يعني تقارير يومية للمكتب، متابعة الأعمال، متابعة أصحاب العقار، هذا هو بشكل عام عندنا. جميل. سعادة المهندس صلاح الدين، كما تعلم خاصة في عالم الاستشارات الهندسية، شركات الاستشارات هي نقطة الوصل بين شركات المقاولات والمالكين وحل النزاعات فيما بينهم. تخبرنا أكثر عن هذه النقطة. والله نحن نعاني من هذه المشكلة بصراحة، لأنه نتعامل مع كل جميع أجناس البشر، يعني صحيح. هناك ملاك ما شاء الله جيدين جدا ونتابع شغلهم بشكل جيد، هناك بعضهم يعني لا ترضيه ولا تستطيع ارضائه، هذا لا نعاني منهم. صحيح. وخاصة عندما يكون المالك امرأة بصراحة. صحيح. ايه، لأن يعني أحيانا تأتي إلينا وتطلب أشياء ليست موجودة في العقد أو ليست من اختصاصنا، يعني لذلك نعاني كثيرا من هؤلاء. لكن بشكل عام الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، شعب الإماراتي شعب مثقف، شعب أمين، شعب يحب الخير، شعب يحاول أن يصل إلى أعلى المراتب بالأخلاق وبكل شيء، تعامل يكون سلس جدا 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 معه. جميل. سعادة المهندس صلاح الدين، تحدثنا أكثر بعد هذا النجاح، بعد هذا النجاح الكبير داخل الإمارات العربية المتحدة، ما هي طموحات سعادة المهندس صلاح الدين أحمد عبدي خلال شركة دار الإبداع، إلى نظرات مستقبلية أمامية، رؤية مستقبلية؟ والله أنا أمنيتي بهذه الحياة أن أصمم مبنى مميز في إمارة دبي، وأحاول الحمد لله إن شاء الله هذا المبنى اللي تكلمت عليه آنفا أحد المباني ستكون مميزة بإذن الله، لكن دائما الإنسان يبحث ويطمح نحو الأفضل. صحيح. نحو الأفضل، نحن إن شاء الله تعالى بهذا الطريق نبحث عن الأفضل، يعني نريد من الأجيال القادمة عندما ترى أو أولادنا عندما ترى هذه المشاريع تذكر والله هذا من تصميم والدي أو تصميم الأخ فلان. صحيح. هذا هو أملنا بالحياة. يا لها بصمة جميلة من سعادة المهندس صلاح الدين أحمد عبدي. قبل أن يداهمنا الوقت في هذا البرنامج، سعادة المهندس، إلى من توجه رسالة شكر كان داعما ومؤازرا لك في بدايات تأسيس حياتك وقصة هذه النجاح؟ والله أولا أشكر وأتمنى الشفاء لسيدي الشيخ خليفة ولجميع الحكام، حكام الإمارات بالفعل حكام يعني لم نجد بهذه الأخلاق مثلهم، وأشكر وشكري الخاص سمو الشيخ محمد بن علي النعيمي، هو الداعم الأساسي لنا بجميع مشاهد، حتى الحمد لله ثقته وصلت بنا إلى حدود لا نهائية، يعني الحمد لله كل الأعمال التي نقوم بها لأجله تنال رضاه وشكر منه.
جميل. نحن ايضا نوجه له شكر بغيابه. ايضا سعادة مهندس صلاح الدين، كما تعلم الامارات العربية المتحدة تنعم بنعمة الامن والامان تحت هذه القيادة الحكيمة، تحت هذه القيادة الرشيدة. نعمة الامن والامان ماذا تعني لك؟ وما هي رسالة الشكر التي توجهها الى شيوخ وحكام الامارات بمناسبة هذه النعمة؟ نعمة الامن والامان تكفي الكلمة فقط، لا نحتاج لتعبير لها. هذه الامن والامان هو اساس كل شيء. صحيح. لانه ان لم يجد يوجد امن وامان انتهت، انتهت البلد. واتمنى واشكر الله سبحانه وتعالى انه بان نعيش في هذا البلد الطيب، ونشكر جميع الحكام. يعني الحمد لله فضل الله من اجتمعنا بسمو الشيخ محمد بن راشد، واجتمعنا بشيوخ امارات الشماليه، لكن لم نجد افضل منهم بصراحه اقولها، يعني لا بدون مبالغه، بدون مبالغه. الله يطول باعمارهم ويجعلهم ذخرا للوطن وخدمه المواطنين والمقيمين. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعينهم في هذه المهنه الكبيره. صحيح. نعم. وحمل كبير. صحيح. الله يعينهم. طبعا في النهايه سعادة المهندس صلاح الدين، نحن نشكرهم على هذه النعمه، الله يديم علينا النعمه داخل الامارات العربيه المتحده. ونشكرك ايضا لاستقبالك الرائع لنا في شركه دار الابداع في مكتبك الخاص سعادة المهندس صلاح الدين، ولدعمك برنامج ضبط حاد، وشكرا جزيلا لك. الله يبارك فيكم، ان شاء الله فرصه سعيده تعرفنا عليكم ان شاء الله، ونتمنى تكون زيارات دائمه، تكون زيارات دائمه ومستقبليه، ونحن مستعدون لاي خدمه. شكرا لك. شكرا لك سعادة المهندس، بالعكس شرف كبير ان استقبلناك، سوف نستقبلك ايضا في المرات القادمه ايضا. والى هنا اعزائي المشاهدين، كان معنا لهذا اليوم سعادة المهندس صلاح الدين احمد عبدي، وهو الشريك والمدير العام لشركه دار الابداع للاستشارات الهندسيه، رجل اثبت همته وبراءته. وفي النهايه انتظرونا كما عودناكم بكفاءه جديده، ودمتم بامان الله.